وربما على خطورة ما يحدث للمختلفين السياسيين من تشويه صفحة الفيسبوك. ونذكر السادة المشاهدين أنه حتى المحكمة الابتدائية، أعتقد الأستاذ سمير بزغوان منذ أيام ربما فتح التحقيق في صفحات الفيسبوك التي نالت من أعراض القضاة، يعني فتح تحقيق جدي. كذلك الرئيس سعيد أستاذ سمير الدين هو نفسه ضحية في الحقيقة على صفحات التواصل الاجتماعي، لم يسلم من التنمر المتواصل، يعني كما قلت على هذا دون استنقاص من أهمية تهديد السياسيين. ونذكر ربما في إحدى المسيرات المساندة لقيس سعيد في أكتوبر أعتقد رفعت حتى شعارات تنادي ربما بالإعدام المرزوقي والغنوشي وجوهر مبارك وحمل أمامي، وهو بالفعل تنبئ بخطر. إذن يعني هذا التمشي سيد سمير يعني مش منفصل على دعوة رئيس الجمهورية لما اسماه بالجمهورية الثالثة. يذهب السعيد منفردا يختار ما اسماها اللجنة التأسيسية، يسقط دستور وافق وصدق عليه 200 اعتقد نائبا من مجموعة 17 في 27 جانفي 2014، ويذهب ويعني كله اصرار على الاعداد لدستور جديد ربما سيخضعه للاستفتاء اعتقد في 25 جويلية القادم، ليس كذلك؟ نعم، لو تسمح حسين انا اتفاعل مع الجزء الاول من كلامك. ليس هناك تشويه حميد وتشويه خبيث، كل انواع الاستهداف بالعنف اللفظي او بالتشويه او بالثلب او باستهداف الاعراض هو مذموم. وفي المدة الأخيرة فعلا تصاعدت هذه الحملات. أنا بالطبع أستهجن كل مس من الأعراض أو إقحام العائلات في التجاذب السياسي، سواء تعلق الأمر بمعارضي الرئيس أو بالرئيس ذاته، وشيء من هذا حصل في المدة الأخيرة. أيضا لاحظتم أن المنظمات الوطنية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل في شخص أمينه العام تعرض أيضا للتشويه من خلال افتعال بعض الوثائق للتلبيس واتهامه بالحصول على أموال من الخارج إلى غير ذلك. والجميل أن النيابة العمومية أستاذ سمير البارحة فقط تحركت وفتحت وربما فوضت يعني فرقة الإجرام للبحث في هذه التسريبات أعتقد، سواء التسريبات أو عمليات التشويه أو الثلب كلها يجب أن يطالها البحث القضائي، لا فقط لقول كلمة القانون وحكم القضاء، وإنما أيضا للسعي ولو بشكل متأخر وجزئي إلى تخويف هؤلاء حاليا الذي يشجعهم هو الإحساس بالإفلات من العقاب، وأنهم من منغصين للحياة السياسية تحولوا إلى فاعلين في الحياة السياسية، وهذه معرة كبرى وأمر معيب لتونس ولصورة تونس، لأن التشويه عندما يطال الفاعلين الرئيسيين هو يتجاوزهم إلى سمعة البلاد. ولكن يا أستاذ سمير عذرا عن المقاطعة الإفلات من عقاب للأسف الشديد لا يزال متواصل، ليس في من الآن يشوهون الفيسبوك، ولكن وأنت كنت وزير العدالة الانتقالية مجرمون كثر منذ العقود الخوالي لا يزالون الآن مفلتين من العقاب. هناك فرق بين من يسعى إلى تحقيق هدف وبين من يصرف أنظاره عنه ويتوجه إلى أهداف أخرى، كما يقول سيدنا علي كرم الله وجهه، ليس من طلب الحق فأخطأه وكمن طلب الباطل فأدركه. البلاد كانت تعيش على واقع مطالبات بمزيد تكريس الانتقال الديمقراطي وبالمحاسبة، ولكن اليوم أصبحنا نخون المعارضين، وأصبح هم المواطنين هو السميد والفرينة والبيض والغذاء والدواء، وأصبحنا نتحدث عن تأسيس جمهورية جديدة وكتاب دستور جديد في أيام، وأصبح الدستور يقدم وكأنه في يعني هدية مفاجئة يكتشف في الرائد الرسمي أو يكتشف عند الاستفتاء عليه. أنا فقط أذكرك أستاذ حسين، أنت افتتحت البرنامج بقصة عن أحمد بن حنبل، أنا في نفس السياق أضيف بأنه
في عهد أحمد بن حنبل وعندما كان سجينا، وجد الحاكم السلطة القائمة وجدت ما لا يقل عن 70 من علماء السلطان تطوعوا للإفتاء بجواز قتله. إذا لا تستغرب اليوم إذا وجدت البعض، والحمد لله هم أقلية صغيرة جدا جدا جدا، تجد بعض المسوغات وتجد نعم بعض الفتاوى الغبية التي تبيح أن يقوم شخص أو بضعة أشخاص في أقصى التقديرات بأخذ قرار نيابة عن 12 مليون تونسي. من المفترض أن يصدر الأمر دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بعد أسابيع قليلة، يعني يوم 25 مايو كما ينص على ذلك القانون، يجب أن يصدر شهرين قبل موعد الاستفتاء المحدد بشكل أحادي من رئيس الجمهورية وفق رزنامته التي أعلنها منذ أشهر، وأن يرافقه نص الاستفتاء، يعني بلغة بسيطة يفهمها الجميع حتى من نعم غير المختصين. هذه اللجنة من المفترض أن تعد مشروع دستور وملامح الجمهورية الجديدة والقوانين وإصلاح النظام السياسي في الأيام القليلة معدودات القادمة، في أيام معدودات، وهذا بالطبع غير معقول ولا مقبول، وهذا يكشف حقيقة واضحة إلا لمن لا يريد أن يقر بالبداهة أن كل شيء جاهز، وأن دستور الجمهورية التونسية قد كتبه السيد قيس سعيد في غرفة مظلمة، والاستخلاص الوحيد أن الدستور الذي يكتبه قيس سعيد لن يكون دستور الجمهورية التونسية بل سيكون دستور قيس سعيد، وأن الجمهورية الثالثة لن تكون الجمهورية التونسية الثالثة وإنما جمهورية قيس سعيد الأولى. إذا كان الأمر كذلك سيد سمير، إلى أي حد يعتبر القول بوجود ربما استراتيجية بين ظفرين لحرق البلاد هي الممهد لتمرير هذا الدستور الثالث؟ إلى أي حد يعتبر هذا القول يعني فيه من الأحقية أو مبالغة في هذا الكلام؟ يجب أن لا ننسى أن سيد قيس سعيد قد خطب يوم 25 جويلية 2021 وأعلن إجراءاته التي صفق لها البعض ظانين أنها حركة إصلاحية، ثم اكتشفوا لاحقا أنها مجرد استفادة من أزمة ساهم فيها رئيس الجمهورية ذاته واستخدمها لتحقيق مشروعه الشخصي. كان الرئيس يخطب والدخان لا زال يتصاعد من مقرات الأحزاب التي حرقت، حزب النهضة تأسيس خصوصا. وحاليا إذا صحت هذه الأخبار وهي صحيحة على الأقل في باب التهديد، لأن هناك صفحات معلومة وبعض الوجوه المعلومة، بعضها في الداخل وبعضها من الفارين من العدالة في الخارج، نعم هي تحرض جهارا على حرق مقرات الأحزاب، فإمكانية أن يستغل ذلك. كما أشار إلى ذلك سيد الأستاذ أحمد نجيب الشابي اليوم في الندوة الصحفية لجبهة الخلاص الوطني، واردة جدا باعتبار أن الإجراءات الاستثنائية أو الاستثناء داخل الاستثناءات داخل الاستثناء والإجراءات داخل الإجراءات يمكن أن تجد لها تبريرا الأخطار الداهمة، فأصبح دأبا لهذه السلطة أن تصنع الأزمة أو تساهم فيها بشكل واضح ثم تسعى للاستفادة منها.